شنو هي علاجها؟ شنو هي الحلول؟ ونطلع بها نحن. ملقى على كل الأجهزة الأمنية الموجودة، بالإضافة للموضوع هذا حولها بشكل رسمي، لأن حتى الاجتماع اللي هنا مع الإدارة العامة لأمن المنافذ هدفنا احنا من الاجتماع اولا اللي هو تكاتف الجهود ما بين الاجهزه الامنيه العامله في الدوله الليبيه كافه، طبعا اللي موجودين في المنفذ، ونبوا نحلحلوا بعض المشكلات اللي تخص بعض الاجهزه، طبعا بنقص بعض الامكانيات. طبعا احنا طبعا الاجتماع كان بدعوه كريمه من الساده عمداء البلديات الاربعه في منطقه غات الكبرى، عميد بلديه العوينات وعميد بلديه تهالى وعميد بلديه غات وعميد بلديه البركت، فاللي حضروا معنا بارك الله فيهم عميد بلديه البركت وعميد بلديه غات، فحضروا معنا لحلحلة وتقديم بعض الاحتياجات اللي هي ممكن تحلحل يعني المشاكل اللي هي موجوده داخل المنفذ، من ضمنها أسباب عدم وجود الوقود للأجهزة العاملة، وطبعا الأمور الثانية تكون محلولة تلقائيا بعد وفرها سيادة العميد فتحي الشريف زي إعاشتهم القرطاسية، وإحنا وفرنا بعض المواد اللي هي مطلوبة كتجهيزات منامات يعني فراشات وبطاطين ومياه الشرب والحاجات الثانية. والحمد لله طبعا أنتم عارفين البير اللي موجود هنا في المنفذ عنده فوق من 30 سنة والله مش عارف 20 سنة البير واقف، لكن الآن البير يشتغل لكن ناقص نوصله للكهرباء، والحمد لله من يومين فاتن جت لجنة من الشركة العامة للكهرباء طرابلس بعد ما التقينا بهم الأسبوع الماضي، فوصلوا لهنا للمنفذ وقاموا بدراسة الأشياء اللي هي المطلوبة إن شاء الله بعون الله تعالى خلال أيام قليلة توصل الإمكانيات أو التجهيزات اللي جاية من شركة الكهرباء، نوصل المياه للآبار، وإن شاء الله عندنا حتى عمل مع إدارة مركز وتشغيل المنافذ البرية نحاول إن شاء الله نوفر حماية للمكان اللي احنا موجودين فيه، ممكن نحاول نديروا سور ونحاول يعني احنا بعون الله بتوفيقه بالتنسيق مع بلدية غات ورئيس مكتب المواصلات ببلدية البركت اللي هو السيد رمضان المولود نوصل لحل الطريق. انتم شايفين الطريق اللي جيتوا بها طبعا كلها طريق ترابية وعرة، إن شاء الله بلدية البركت بمساعي عميد البلدية وممكن أنا وياه بننتقل إن شاء الله لطرابلس لتفعيل عقد صيانة الطريق يسين تينالكم اللي هو 18 كيلو و 400 متر بمجهودات إن شاء الله البلديات الأربعة، نحاول إن شاء الله بعونه تعالى خلال أيام أو أشهر نوصل لحل لتوقيع عقد رسمي مع شركة قادرة لتنفيذ الطريق. قدمنا دعوة للعديد من الأجهزة التنفيذية سواء كان المدنية أو الأمنية لعقد اجتماع حقيقة داخل منفذ يسين الحدودي لمناقشة العديد من القضايا اللي قد تكون تعيق جزئيا عمل بعض الأجهزة سواء كان الأمنية أو المدنية داخل المنفذ. وكل اليوم الحقيقة الاجتماع بنجاح كبير جدا، استمعنا لعديد الصعوبات اللي تواجه الموجودين داخل المنفذ سواء كان الرقابة الدولية، الرقابة على الأغذية، الجمارك، الجوازات، كل الأجهزة الموجودة داخل المنفذ. واليوم اطلعنا حقيقة على الشغل كافة الإدارات اللي هي الآن موجودة داخل المنفذ، وكان شغل رائع يعني كل الآن الأجهزة التنفيذية موجودة، الأجهزة الأمنية موجودة، الأجهزة الشرطية موجودة، المنفذ يشتغل بشغل كبير جدا يعني على قدم وساق. تواصل الأجهزة الأمنية في بعضها كان رائع جدا، العمل كان رائع جدا، محتاجة لبعض الدعم أيضا. الآن نحن من خلال هذا الاجتماع حبينا أن نوصل رسالة مباشرة لكل الجهات سواء كان في الداخل أو في الخارج أو في الشقيقة الجزائر اللي تعتبر شريك مباشر بالنسبة للدولة الليبية فيما يتعلق بعمل المنفذ، لإجراء خطوات متسارعة في اتجاه فتح المنفذ. الآن المنفذ حاليا يعتبر منفذ يربط ما بين علاقات اجتماعية ومصاهرة ما بين الجانت وليزي وغات والمناطق المجاورة لها،
يعتبر شريان حيوي للمواطنين في كلا البلدين سواء كان في الجزائر أو في ليبيا. أيضا من الناحية التجارية نحن الآن نطمح مستقبلا أن يكون منفذ يسين منفذ تجاري، منفذ تجاري تعبر من البضائع التجارية من وإلى سواء كان للدولة الليبية أو الدولة الجزائرية. نحن الآن حقيقة بتواصل مع جهات عليا في الدولة الليبية لتسارع الخطوات في اتجاه فتح المنفذ. الآن اليوم يعتبر هذا الاجتماع الأول للبلدية مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المدنية الموجودة في المنفذ، ونتمنى أن حقيقة يتم الدفع في اتجاه تفعيل كل الإدارات الغير مفعلة الآن في المنفذ للوصول إلى فتح المنفذ بإذن الله تعالى عن قريب. يعني ممكن مرات يكون فترتها اسبوع ثلاث ايام توفى الشخص فيه. شبرك قاعد شبرك هو اللي يضبط اللي عليه انه يضبط السلام، حتى خارجيه تطلع تقول لك راه انتم مش عارفين كل شيء موجود، ما ينقصنا هو التنسيق. هذا المنفذ بعد ما كان طبعا معبر بقرار من الوزارة أصبح منفذ رسمي، والحمد لله اليوم اجتمعت كل الأجهزة الأمنية والإدارية بإضافة إلى البلديات هي السلطة المحلية في المنطقة، فالاجتماع حقيقة كان جيد والحضور كان جيد، فتم الاتفاق على تفعيل المنفذ والانضباطية والاستمرارية في أداء كل جهة أمنية أو مدنية أو خدمية سواء كانت من الصحة أو الجمارك أو الجوازات مركز شرطة منفذ يسين. فالحقيقة الكل أبدى تجاوبه، ورغم أن البعض أعرض يعني عن بعض صعوبة اللي هي مشاكل، فإحنا بتنسيق من الجميع وبتعاون من الجميع اتفقنا على أن تدليل كل هذه الصحاب ليظهر المنفذ بصورة جيدة وبصورة مثلا مشرفة، لأن المنفذ يمثل الدولة الليبية ويمثل منطقة غاثة يعني بدرجة أولى أسوة بالمنافذ الأخرى. فالحمد لله حقيقة الكل أبدى استعداده في المساهمة والمساعدة والتعاون اللي هو مشترك بين كل الجهات هذه حتى تطلع الصورة اللي يجب أن يكون عليها المنفذ. يعني اللي كان المنفذ فعلا حقيقة كان في نسبة بسيطة من الإهمال، وحقيقة أنا بهالمناسبة نحييهم هالرجال المرابطين في هذا المنفذ والحفاظ على ما تبقى فيه وما هو موجود، والحمد لله بفضل الله زيارتنا اليوم وهذا الاجتماع قدم لهم إضافة جيدة وحماس أكثر، وحتكون الصورة جيدة في الأيام القليلة القادمة. حقيقة الرسالة أكيد حتوصل، لكن الرسالة يجب أن توصل كاملة، يعني لا نريد أن نبعث رسالة ورسالة ناقصة، فالرسالة تكون بداية من أنفسنا، حننظم أنفسنا وحتلتزم كل الجهات الموجودة وتكون لها توفير من الإمكانيات اللي هي متاحة. فالبعض يعني حقيقة هنا كان أدى بعض الإنجاز وبعض النقص اللي هو القصور لكي يؤدي مهامه، فبالتنسيق المشترك كما أسلفت وبالتعاون الجميع حيكون كل في مكانه وكل شيء موجود، وحتكون الرسالة قوية. معنا أفضل من أن تكون الرسالة ناقصة، حتكون رسالة قوية أن المنفذ موجود والمنفذ يشتغل بكل طاقته وبكل إمكانياته. مسلحات السيارة سلاح من طلع مش طالع لا هكي لما أنت جاي من عليهم يصوروك، اذا كان البوك مصاب ما بتخش اصلا الاجهزه الشرطيه حتى بغض النظر عن موسى. لا فقط لان كلمه تطلع وكلمه